في الحقيقة أثناء جولتي في المستشفى شفت أن المستشفى مجهزة تجهيز على أعلى مستوى عالمي للقيام بأي بحث إكلينيكي أو معملي في مجال السرطان أو في مجال الطب عموما يعني. ولذلك أنا أدعو أن جميع المراكز أنها تتعاون مع هذه المستشفى باعتبارها مستشفى مرجعي للقيام بالأبحاث. هذا الصرح يضم نخبة متميزة من علماء مصر في كافة العلوم الطبية المختلفة الأساسية والإكلينيكية، تسمح له أن يكون مركز رائدا في مجال البحث الطبي والعلمي في المنطقة العربية والدخول في المضمار البحث العلمي العالمي. أعتقد أن المستشفى مؤهلة أن تستقبل جميع أنواع البحوث الطبية المعملية والإكلينيكية في هذا المجال.